وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا أن تركب السفينة وقد هجم نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا ترق تحت وافيتك المهيمن من حين دفع عليها تحت النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاء بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي نور سبل الرشاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق فيروم مخلوق سناك بعدما اسنا على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتمة والفاتمة سبقنا سبق القرآن إلى صراط المستقيم وعلى يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق سناك بعدما اسنا على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم والخاتم لما سبقنا سناك بالقرآن إلى صراطك المستقيم وعلى متى يبدو في التاجيل بجي بهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان او من ذا يكون كاحمد نظام لحقنا ونكالا لملحد اغر عليه بالنبوه خاتم من الله برهان يلوح ويشهد ضم الى اسم النبي اسمه وضم الى اسم النبي اسمه اذا قال في الخمس المؤذن يشهد وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد تحدي به الناقة الأدمى معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي عطافه وأسناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يصطدع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض استسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفاضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دام ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا به واحتكم انسب إلى ذاته ما شئت من شرف انسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد ويعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه عين يدعى دار سر ممي لم يمتحنا بما تاي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عيا الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى بقت محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبدء ايجاد براءه الاستلال براءة الاستهلال ومن خاتمته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أنوارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك
وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا وعن والدنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز الوجاه فبجاههم وبعزهم طيب لنا عاش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى ثانية ربيع بمرحتي شفيعي بمنطق البديع أغلب يا المهمري ثانية ربيع بمرحتي شفيعي بمنطق البديع أغلب يا المهمري. يا ربنا صل على خير الأنام من علها على السماوات العلى بإذن ربي العلي ثانية ربيع ألم لشهر البرح شهر ذهاب الطرح وفخرنا والمرح شهر النبي الأفضل كان يا قربي بمن أتي شبيه بمن تقل بني أقضي يا محمد شهر الفلاح والسرور شهر به سر الدور وشحن بين شهور متوجه مكلل كان يا قربي بمن أتي شبيه بمن تقل بني أقضي يا محمد ألم بشهر الفاتح إغلاق الكون الفاتح من خص بالبواتح وحاد ختم الملل كان يا صاربي بمن أتي شبيه بمن تقل بني أقضي يا محمد ألم بشهر الفاتح إغلاق الكون الفاتح بالفواتح وحال خاتم الملل كان يا صارمي بمن هتي شفيع بمن تقل بني أقل يا محمد ألم بشهر الخاتم شهر النبي القاسم مفاتح وخاتم وآخر وأول كان يا صارمي بمن هتي شفيع بمن تقل بني ألم بشار الناصر للحق شار الآمر بالعرب شار الظاهر بكل وصف أكمل كان يا طارق بمن هتي شفيع بمن تقيم بني أقضي يا محمد ألم بشار الهادي لمنهج رشادي وقائد وحادي إلى الطريق المرسل كان يا طارق ألم بشار السيد لأحمر وأسود من حال سبق السدد يوم اعتذار الرسل كان يا صارمي بمن هتي شفيع بمن تقيم بني أقضي يا محمد قد كفى كلها أعباءها وكلها بقوله أن لها أنت الشداد الوجل كان يا صارمي بمن هتي شفيع بمن تقيم بني أقضي يا محمد فيا لها من خطة جوابه في الخطة من ربه سد عطا واشفع لدينا تقبل كان يا صارمي بمن هتي شفيع بمن تقيم بني
يا محمد ألم بشار مصطفى صبت كل مصطفى خير عبد قصبا من ملك ومرسل فان يا كربي بمن حتي شكيه بمن تقيم بني أقضي يا محمد شار خير الخلق شار جميع الخلق شار عظيم الخلق في المحكم المنزل فان يا كربي بمن حتي بمن تقيم بني أقضي يا محمد شار خير الخلق شار جميع الخلق شار عظيم الخلق في المحكم المنزل كان عطاري بمن حتي شفيع بمن تقيم بني أقضي يا محمد شار الذي أسره إله واحتاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل شار الذي ما ساق ومن له الحسن بقى عليه جبريل هبا لكل نور معتدي كان يا صاربي بمن حتي شفير من تقيم بني أقول يا محمد ألم ليل استيعش فيه ويوم الأغر وطيب ذلك سحر ونور وفقه الجليل كان يا صاربي بمن حتي شفير من تقيم بني أقول يا محمد ألم بكل ما من خارق يعي البكر في كرب البصر إلى مقام العلي كان يا صاربي بمن حتي شفير من تقيم بني أقول يا محمد سبابة ثم اقترى بسجدة المبتهل كان يا عطاري بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى يا محمد كما تدلى الدور كما ترى القصر في وتحل الكسر في الصنم المجدل كان يا عطاري بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى يا محمد وغابت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار خطها من خجل كان يا ربي بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى يا محمد جنهم في نكدي لرميها برصدي وعزلها من أجل خير رسلي كان يا طالبي بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى يا محمد فرنت الشيطان جرى عظيم الشان من أوضح البرهان يعظم ما بيبتلي كان يا طالبي بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى من يذل الأفضال بأفضل الرجال بأفضل الليالي بالبلد المفضل كان يا طاربي بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضي يا محمد ألم بيوم عيدي ما مسه من عيدي قد أحلف المولود في محل ذحل كان يا سابع الولادة وما أتى أستادا بوفق ما أرادا إلى روح الأزل كان يا طاربي بمن حتي شفير بمن تقيم بني أقضى يا محمد ألم بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى اسمي من جدير ينجلي كان يا طاربي بمن حتي شفير بمن تقيم
القيام وعمله. بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل. يا رب بمراتي زفير وتقبل القيام وعمله. ألم في يوم السنين مولد سان السنين فبعث سر الكون مقدمي المبجل. كان يعتبر به ثم العزيز به متقبل اقوام محمد. اكرم بشار العجم ابرل شار الكرم اكرم بارض الحرم مولد خير مسر. كان يعتبر به ثم العزيز به متقبل اقوام محمد. اكرم بيوم صار عشرين واستنارا لمن حوى الفخارا وغفرة من منزلي. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. اكرم بشار النساء مولد خير انسان والوجهان الاحسان والكامل المكمل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفضل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. تمت الليالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. كان يعتبر به بمدحته شفيعي المنطق البديعي تبغي بها مؤملا. كان يعتبر به بمرأتي شفيعي من تقبل اقوام محمد. تبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه ومن. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. ختمني بالحسنى واجمعني بالحسنى لدى المقر الاسنى مع الرفيق الافضل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. كن لنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي. كن يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. صلى وسلم لينا عليه افضل السلام ما دام كونه اياه من ابد ليزل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل. كان يعتبر به بمرأتي سبب من تقبل اقوام محمد. بجاه يا إله كل ناظمها واسمع لقارئها وللذي حضر عمهم بخفي لطف وكفهم نوائب الدهر ما تأتيه الكدرة. أجب دعاهم وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد ما أصحابه الخيار. اللهم صل على سيدنا محمد ذات إيمان سبقنا بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون
كذا الشفاء لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا